أستاذ اللغة الإنجليزية أنمار عماد مجيد. درسنا اليوم Unit 3 Lesson 3 اليونت الثالث الدرس الثالث How often do you كم مرة موجود بصفحة 42 من كتاب الطالب صفحة 40 من كتاب النشاط صفحة 42 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة How often do you كم مرة تقوم بعمل شيء معين. أخذنا باليونت الأول الشرح المفصل لموضوع How often وبهذا الدرس راح نعيد شرحه ونعيد شلون نسأل وشلون نجاوب باستخدام How often وكذلك راح نعيد بعض المواضيع المهمة اللي أخذناها بدروس سابقة كذلك عاد شرحهن بهذا الدرس. من ضمن المواضيع اللي هو موضوع How often عرفنا انه How often معناها كم مرة او كم بالعادة تقوم بفعل شيء معين. مثلا اقول How often do you play football؟ كم بالعادة تلعب كرة القدم او كم مرة تلعب كرة القدم؟ وذكرنا انه الجواب يكون عنا باستخدام ظروف التكرار. هسه راح نجي نشرح شرح مفصل بعد هذا النشاط. مكتوب listen and read استمع واقرأ. نانا منطيني جملتين تلاميذ اثنين يتحدثون عن الاشياء اللي يحبوها او النشاطات اللي يعملوها بالعادة. هنا أنا يطلب من التلميذ انه يستمع، راح اقرأ النص، حاول تستمع وتتبع وياي، بعدها حاول تقرأ هذه النصوص. اذا هذا نشاط لتطوير مهارة القراءة. التلميذ الاول يقول I like swimming and tennis، انا احب السباحة ولعبة التنس، رياضة التنس. I often go swimming، أنا عادة أذهب إلى السباحة. On Saturday، في يوم السبت. ذكرنا بدروس سابقة أن أيام الأسبوع يجي قبلها حرف الجر on. At the sport club، في نادي الرياضة. I sometimes play tennis with my friends، بعض الأحيان ألعب التنس مع أصدقائي. التلميذ الآخر يقول I don't like swimming، أنا لا أحب السباحة. I never go swimming، أنا لا أذهب إلى السباحة مطلقا. I like football best، أنا أحب كرة القدم أكثر الرياضات. I always play football، أنا دائما ألعب كرة القدم. At the weekend، في عطلة نهاية الأسبوع. إذن التلميذ بعد ما سمع الأستاذ يقرأ هذه النصوص يحاول يقراهن. إذن هو نشاط صفي لتطوير مهارات القراءة. ننتقل إلى النشاط الثاني اللي هو listen, point and say، استمع، أشر وقل. نانا منطيني ظروف التكرار على شكل مخطط، يريد يوضح لي شيء من هذا المخطط. احنا ذكرنا انه إذا أردت أجاوب على السؤال يبدأ ب how often استخدم احد ظروف التكرار. مثلا سألني قال لي how often do you get up at 7 o'clock، كم مرة او كم بالعادة تصحى الساعة 7 صباحا. أريد أجاوب على هذا السؤال أستخدم أحد ظروف التكرار على مود أجاوب على هذا السؤال. فمثلا أقول له I always get up at 7 o'clock، أنا دائما أصحى باكرا الساعة 7 صباحا. إذن ما في يوم قعدت متأخر عن 7. وإذا قلت I often get up at 7 o'clock، أنا عادة أصحى الساعة 7، معناها في بعض الأحيان أصحى متأخر. فإذن always معناها 100% دائما أقوم بهذا العمل اللي سألتني عليه، و often معناها غالبا أو عادة أعمل هذا الشيء اللي سألتني عليه. sometimes بعض الأحيان، هاي 50% أعمل هذا الشيء اللي سألتني عليه و 50% ما أعمله. وبعد هنا أنا ظرف تكرار اسمه usually، usually غالبا، كذلك معناها في بعض الأحيان أعمل هذا الشيء وبعض الأحيان ما أعمل، والnever معناها أبدا لا أقوم بهذا الشيء. مثلا إذا سألني How often do you get up at 7 o'clock، كم بالعادة تصحى الساعة 7 صباحا، وقلت له I never get up at 7 o'clock، أنا أبدا لا أصحى الساعة 7 صباحا، معناها أنا ما أقوم بهذا العمل. إذن ذن ظروف التكرار تعبر لي عن عدد مرات قيامي بنشاط معين. إذن عرفنا ظروف التكرار وعرفنا أن الهو أوفن أجاوب عنها باستخدام أحد ظروف التكرار. قبل ما أحل هذا النشاط خلنا نجي نشرح الهو أوفن شلون أسأل وشلون أجاوب عليه. ملاحظات قواعدية جدا مهمة عن موضوع الهو أوفن.
أولا how often ذكرنا معناها كم مرة أو كم بالعادة، وتستخدم للسؤال عن عدد مرات قيام الشخص بفعل شيء معين. سألني مثلا قال لي how often do you eat ice cream، كم مرة أو كم بالعادة تأكل الآيس كريم. فهنا سألني عن عدد مرات قيامي بأكل الآيس كريم، عدد مرات قيام الشخص بفعل شيء معين. شنو الفعل؟ eat ice cream، أكل الآيس كريم. فهنا إذا أرد أجاوب على هذا السؤال أستخدم أحد ظروف التكرار. شنو ظروف التكرار؟ هذه ظروف التكرار لازم نحفظهن. المهم هنا أن نعرف كيف نجيب على هذا السؤال، حيث نستخدم أما ظروف التكرار للجواب على هذا السؤال ننتبه، أما نستخدم ظروف التكرار اللي أخذناها قبل دقيقة always دائما often غالبا sometimes بعض الأحيان usually عادة و never أبدا، أو نستخدم عدد المرات الذي سيتم شرحه في الدرس القادم. اليوم راح نعرف شلون نجاوب على هذا السؤال، السؤال مال how often، باستخدام أحد ظروف التكرار، وإن شاء الله الدرس القادم راح ناخذ شلون نجاوب على هذا السؤال باستخدام عدد المرات مو باستخدام ظروف التكرار. فاليوم راح ناخذ ظروف التكرار وان شاء الله الدرس القادم ناخذ عدد المرات. بعد ما عرفنا ان نجاوب على هذا السؤال باستخدام ظروف التكرار، زين وين اخلي ظرف التكرار؟ انا اعرف قال لي how often do you eat ice cream، كم مره تاكل الايس كريم. لازم اعرف ان اجاوب always، وانا اخلي always بالجمله، يكون موقع ظروف التكرار بعد الفاعل. سألني إلي قال لي how often do you eat ice cream، كم مرة أنت تأكل الآيس كريم. قلنا إذا سألني إلي أقول I، اليو تتحول إلى I، I هو الفاعل ويكون موقع ظرف التكرار بعد الفاعل. مثلا أقول له I always eat ice cream، أنا دائما أكل الآيس كريم، أو I often eat ice cream، أنا غالبا أكل آيس كريم. إذن يكون موقعها بعد الفاعل إذا لم يكن في الجملة فعل كينونة. هنا أنا يكون موقعها بعد الفاعل إذا ماكو فعل كينونة. شنو أفعال الكينونة؟ ال is وال are وال am، حيث يمكن أن تأتي في الامتحان على صيغة تالية. خلينا نشوف شلون تجينا بالامتحان. قال لي I go swimming، أنا أذهب إلى السباحة. استخدم لي always، خلالي بين قوسين always، يعني شي يريد، يعني يقول لك دخل لي always بالجملة. فأنت بما أنك تعرف موقع ظروف التكرار، always هي من ظروف التكرار، يكون موقعها وين؟ بعد الفاعل. الآي هو الفاعل، فأقول I always go swimming، أنا دائما أذهب إلى السباحة. هاي إذا ماكو فعل كينونة. وقد يجيب الجملة فعل كينونة في حال وجود أحد أفعال الكينونة اللي هي الإز والآر والعام، يكون موقع ظروف التكرار بعد فعل الكينونة مو بعد الفاعل. مثلا قال لي she is happy، إنها سعيدة. قال لي دخل لي always على الجملة. فهنا إذا تدخل always على الجملة يكون موقع ظروف التكرار في حال وجود فعل الكينونة، إز هي فعل الكينونة، بعد فعل الكينونة مو بعد الفاعل مثل الملاحظة السابقة. فقول she is always happy، هي دائما سعيدة. هنا أنا ما لقيت فعل كينونة أخليها بعد الفاعل، هنا أنا لقيت فعل كينونة أخليها بعد فعل الكينونة. هاي صيغتي من ممكن تجينا بالامتحان، يجيب الجملة ويطيني ظرف تكرار ويطلب من عندي أن أخلي ظرف التكرار بالجملة. مرات لا، يسوي السؤال أكثر صعوبة. مثلا قال لي how often do you eat ice cream، كم مرة تأكل الآيس كريم، وخلالي بين قوسين مثلا sometimes بعض الأحيان. فهنا يريد من عندي أني أجاوب على هذا السؤال باستخدام sometimes. فالطالب شي يقول؟ يقول I، باعتبار هو سألني قال لي كم مرة تأكل الآيس كريم، أقول له I sometimes eat ice cream، أنا بعض الأحيان أكل الآيس كريم. الآي اللي هو الفاعل يكون موقع ظرف التكرار بعد الفاعل، أخليه وراء الآي وبعدين أكمل الجملة. هذا ما يخص موضوع how often، إحنا شرحناه بدروس سابقة وهاي المرة الثانية نشرحه، لأن موضوع جدا مهم بالامتحان التحريري، سواء كان امتحان الشهري أو امتحان نص السنة وحتى امتحان أخير السنة. من الممكن يجيب لي جملة وينطيني وياها ظرف تكرار، يقول لي دخل ظروف التكرار على الجملة، أو يجيب لي سؤال ويقول لي جاوبنا عن هذا السؤال باستخدام أحد ظروف التكرار. نتبع الملاحظات اللي شرحناها في هذا الدرس،
على مود نجاوب على هذا النوع من الأسئلة. نرجع نحل النشاط اللي تركناه قبل دقائق اللي هو listen to Jenna talking about herself. استمع إلى جنة تتحدث عن نفسها. Now write about yourself. ثم اكتب عن نفسك. هنا الأستاذ راح يسألني يقول لي مثلا How often do you get up at 7 o'clock؟ كم مرة تصحى الساعة 7 صباحا؟ فإحنا ذكرنا أنه إذا أردت أجاوب على هذا النوع من الأسئلة، إذا أردت أجاوب على السؤال يبدأ بـ How often، أستخدم أحد ظروف التكرار. وين موقع ظروف التكرار؟ بعد الفاعل. وين الفاعل؟ الفاعل بما أنه سألني إلي راح يكون I، فأقول له I always مثلا get up at 7 o'clock، أنا دائما أصحى الساعة 7 صباحا. هنا هو عبارة عن نشاط صفي، يقول لك استمع إلى جنة تتحدث عن نفسها ثم تحدث أنت عن نفسك. فهنا اللي همنا مو النشاط، اللي همنا شلون نجاوب على ذن الأسئلة، لأن الأسئلة جدا مهمة من الممكن نجيب ليها بالامتحان أو يسألني إياها شفويا داخل الصف. فهنا أنا I always get up at 7 o'clock، أنا دائما أصحى الساعة 7 صباحا. نلاحظ أن الفاعل I أجي بعد ظرف التكرار اللي هو always، وكملت الجملة مثل ما هو سألني. السؤال الثاني قال لي How often do you clean your teeth after breakfast؟ كم مرة أو كم بالعادة تنظف أسنانك بعد الإفطار؟ المفروض التلميذ يجاوب على هذا السؤال. بما أنه سألني إليه الفاعل راح يكون I، أقول له I، والظرف التكرار مثلا تلميذ يقول I often غالبا أو عادة. I often clean my teeth after breakfast، أنا عادة أنظف أسناني بعد الإفطار. I often clean my teeth after breakfast. هنا بعض التلاميذ يسألون ليش اليور صارت ماي؟ هنا أنا قال لك How often do you clean your teeth؟ كم مرة تنظف أسنانك أنت؟ فأنا لما أرد أجاوب على هذا السؤال أقول له أنظف أسناني، فاليور تتحول إلى ماي. My teeth أسناني، your teeth أسنانك، فاليور تتحول إلى ماي. الأستاذ يسأل مرة ثانية How often do you play with your friends on Friday؟ كم مرة بالعادة تلعب مع أصدقائك في يوم الجمعة؟ التلميذ المفروض يجاوب، أقول له I مثلا often sometimes حسب رأي التلميذ. بعض التلاميذ يقول I never، أنا أبدا ما ألعب مع أصدقائي، فأختار الظرف التكرار المناسب أخلي وراء الفاعل، مثلا أختار sometimes، أقول I sometimes play with، اليور تتحول إلى my مثل ما وضحنا بالجملة السابقة. I sometimes play with my friends، أنا بعض الأحيان ألعب مع أصدقائي on Friday في يوم الجمعة. فتكون بهذه الطريقة I sometimes play with my friends on Friday. الأستاذ يسأل مرة ثانية How often do you watch TV before school؟ كم مرة تشاهد التلفاز قبل أن تذهب إلى المدرسة؟ التلميذ كذلك يجاوب، مثلا نقول له I never، أنا أبدا watch TV، أنا أبدا لا أشاهد التلفاز before school قبل المدرسة. I usually watch TV before school، أنا عادة أشاهد التلفاز قبل المدرسة إلى آخره. كذلك هذا السؤال How often do you go shopping with your family؟ كم مرة بالعادة تذهب إلى التسوق مع عائلتك؟ التلميذ كذلك يجاوب، مثلا يقول له I always، أنا دائما go shopping، أذهب إلى التسوق with my family، مع عائلتي. وهكذا مع البقية How often do you eat ice cream؟ كم مرة تأكل ice cream؟ التلميذ يجاوب، يقول له I usually eat ice cream in bed، إلى آخره. هذا ما يخص هذا النشاط، نشاط جدا مهم من الممكن نجيب لي أحد ذن الجمل ويقول لي جاوبنا عن هذه الجملة باستخدام أحد ظروف التكرار، يعطيني إياها بين قوسين ولازم أعرف شلون أجاوب عن هذا السؤال، أو قد يسألني بداخل الصف كسؤال شفوي. ننتقل إلى الصفحة الثانية من كتاب الطالب. Read the sentence، اقرأ الجملة. And choose how often، واختر كم مرة بالعادة. هنا أنا منطيق جملة، لازم تفهم الجملة ومن خلالها تختار الظرف الملائم اللي يناسب الجملة. شون يعني؟ يعني مثلا منطيق مثال هو من الجملة الأولى She doesn't like chocolate، هي لا تحب الشوكولاتة. So she doesn't eat it، لذلك هي لا تأكلها.
بما أن افتهمت الجملة أجي أشوف. She often eats chocolate. هي بالعادة غالبا تأكل الشوكولاتة. ذكرنا أن هي لا تحب الشوكولاتة. خلنا نجي نشوف الثانية. She sometimes eats chocolate. هي بعض الأحيان تأكل الشوكولاتة. كذلك هي doesn't. هي لا تأكل الشوكولاتة أصلا. فخلنا نجي نشوف ظرف تكرار مناسب أكثر. She never eats chocolate. هي ابدا لا تاكل الشوكولاته. نعم هذا اكثر خيار مناسب. لذلك ظرف التكرار never يناسب هذه الجمله لان هي ابدا لا تاكل الشوكولاته. لذلك وضع صح على الظرف التكرار المناسب للجمله اللي منطين اياها. نمبر 2 ثانيا. Our teacher gives us homework every day. معلمنا يعطينا واجب بيتي كل يوم. فهنا خلينا نجي نشوف ظرف التكرار المناسب للجمله. بما انه كل يوم اكيد نستخدم ظرف تكرار مناسب لل everyday لكل يوم. The teacher always gives them homework. المعلم دائما يعطيهم الواجب البيتي. نعم بما انه كل يوميه فنخلي always دائما. خلينا نجي نشوف الثانيه. The teacher sometimes بعض الاحيان. لا مو بعض الاحيان هو كل يوميه ينطيهم. The teacher never ابدا ما ينطيهم. كذلك هذه خاطئة. إذن always هو أكثر ظرف تكرار مناسب للجملة. نمبر 3 ثالثا. They have eggs for breakfast every week. هم يحظون ببيض للإفطار كل أسبوع. بما أنه كل أسبوع مو كل يومية فأكيد ما استخدم always. الalways غير مناسبة. always معناها كل يوم فالشي متكرر دائما. often غالبا أو عادة. لو never أبدا. بما أنهم يأكلون أو يحظون بالبيض كل أسبوع فالخيار الأمثل هو كلمة often عادة أو غالبا لا دائما ولا أبدا. نمبر 4 رابعا. I only play tennis in summer. أنا ألعب التنس فقط في الصيف. معناها هذه always دائما يلعب التنس؟ لا غير مناسبة. sometimes بعض الأحيان؟ نعم مناسبة. never ابدا ما يلعب التنس؟ لا هو يلعبها لكن بعض الاحيان فقط في السمر في الصيف. هذا ما يخص هذا النشاط. نشاط جدا مهم. من الممكن يجيني بسؤال المفردات يجيب لي احد ذن الجمل الاربعه ويخيرني بين الاختيارات المناسبه يعطيني ظروف تكرار مناسبه للجمله. فانا من خلال سياق الجمله لازم احدد ظرف التكرار المناسب للجملة مثل ما وضحنا. ننتقل إلى أسفل الصفحة. Look at the table on page 42. انظر إلى الجدول في صفحة 42 من كتاب الطالب. هذا الجدول اللي حليناه قبل دقائق. Talk about yourself. وتحدث عن نفسك. هنا النشاط الصفي عبارة عن محادثة بين تلاميذ اثنين. كل تلميذ يختار سؤال ويجاوب عليه. مثلا التلميذ الأول يقول I always get up at 7 o'clock. أنا دائما أصحى الساعة 7 صباحا. التلميذ الآخر يجاوب I sometimes watch TV before I go to school. أنا بعض الأحيان أشاهد التلفاز قبل أن أذهب إلى المدرسة. إذن هذا مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة التحدث لدى الطلاب. ننتقل إلى كتاب النشاط. تمرين A. Complete the diagram. أكمل المخطط. diagram معناه مخطط. منطيني مخطط 175% 50% 25% و0%. يقول لك اعطيني ظروف التكرار اللي كتبناها قبل دقائق حسب هذا المخطط. وضحنا انه اذا كانت النسبة 100% معناها دائما انا دائما اقوم بفعل شيء معين. والكلمة المناسبة ظرف التكرار المناسب هو كلمة always. و75% اذا اقوم بعمل شيء معين بنسبة 75% اقول often. واذا 50% sometimes. وإذا 25% usually. وإذا صفر فأقول never أبدا ما أقوم بعمل شيء معين. هذا مجرد نشاط صفي يذكرني باستخدام ظروف التكرار. أما تمرين B. Write the days of the week in order. أكتب أيام الأسبوع بالتسلسل. منطيني هو أول يوم اللي هو الأحد Sunday. بعدها لازم أكمل أيام الأسبوع بالتسلسل. فأحاول أكملها بالتسلسل. إحنا حافظين أيام الأسبوع بالتسلسل. Sunday يجي وراه Monday الاثنين Tuesday الثلاثاء Wednesday الأربعاء Thursday الخميس Friday الجمعة والساتردي السبت. رتبنا أيام الأسبوع بالتسلسل. بعد ما رتبناها مكتوب تمرين C. Listen and check. استمع وتفقد. تأكد من إجاباتك.
هذا ما يحتاج نسمع المقطع الصوتي لأن احنا نعرف أيام الأسبوع بالتسلسل. فأما تمرين دي write activities for each day in the table، اكتب النشاطات التي تقوم بعملها لكل يوم من أيام الأسبوع بالجدول. طبعا مسويها على شكل محادثة، هو what do you do on Thursday، تلميذ يسأل تلميذ آخر يقول له ماذا تفعل يوم الخميس، فهنا يوم الخميس التلميذ يجاوبه ويكتب إجابته هنا. وهذا مجرد نشاط صفي يخلي التلميذ يكون جمل مفيدة باستخدام ظروف التكرار. مثلا يقول له I often go cycling، أنا عادة أذهب إلى قيادة دراجة الهوائية. فهنا مجرد نشاط صفي يكتب التلميذ النشاطات اللي يقوم بيها في أيام الأسبوع. مثلا Sunday يوم الأحد يقول I often go to the cinema، عادة أذهب إلى السينما بيوم الأحد. Monday I often go shopping، أنا أذهب إلى التسوق، وهكذا مع البقية. في كل يوم يكتب النشاط اللي يقوم بعمله. شنو المطلوب حفظه من ضمن التمارين الثلاثة اللي هو تمرين B و C و D؟ هنا عندنا ملاحظات قواعدية جدا مهمة أخذناها بدروس سابقة وراح نعيدها بهذا الدرس، اللي هن أولا يكون الحرف الأول من أيام الأسبوع كبيرا أينما وجد. ده يذكرني انه لازم اكتب ايام الاسبوع الحرف الاول منها كبير. اذا لاحظتوا ان كتبنا الحرف الاول من ايام الاسبوع كبير اينما وجد في الجمله، هاي اخذناها الملاحظه بدروس سابقه وسنعيدها لانها جدا مهمه. لذلك يجب الانتباه في سؤال التنقيط الى ان ايام الاسبوع يجب كتابه الحرف الاول منها كبيرا اينما وجدت. هذه اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه، تسبق ايام الاسبوع، يعني يجي قبل ايام الاسبوع حرف الجر اون، اخذناها بالدرس السابق اللي هو حرف الجر نستخدمه مع ايام الاسبوع اللي هو الاون وليس ان او ات في الجملة. لذلك يجب الانتباه الى سؤال قواعد اذا جاءت الصيغة التالية. ممكن يجيب بالامتحان مثلا يقول لي I go swimming for a Sundays in low on low at، بما ان السندي احد ايام الاسبوع اخلي له on، حيث نستخدم on لان الفراغ جاء بعد ايام الاسبوع. هذا ما يخص لنا التمارين، عرفناهن وعرفنا شو الملاحظات الخاصة بيهن. ننتقل الى تمرين F complete the phrases، اكمل العبارات التالية. ننتبه هنا منطيني الحروف الجر in on at with، فلازم نعرف استخدام كل ذني حروف الجر. اولا نستخدم in مع السنوات والاشهر. سنوات قد يكون 1990 مثلا جاب لي بالامتحان، او 2001 2002، اي سنة استخدم وياها ان. والاشهر قد يكون جانوري فبروري مارس ابريل ماي جون جولاي الى اخره، استخدم وياها حرف الجر ان. نستخدم اون مع ايام الاسبوع مثل ما وضحنا كما تم شرحه سابقا. اما ات نستخدمها مع الساعات والعطل، at مع الساعات. مثلا 6 o'clock اقول at 6 o'clock، لا استخدم in ولا on ولا with. اما with نستخدمها مع كلمات محددة كما في التمرين. هذا ان بعض كلمات محددة نستخدم وياها with مثل ما راح نجي نوضح في هذا التمرين. فخلينا نجي نحل هذا التمرين. نمبر 1 اولا، فراغ the weekend، weekend عطلة نهاية الاسبوع، شو استخدم وياها؟ in on at with. ذكرنا انه مع العطل نستخدم at، فقول at the weekend في العطلة. نمبر 2 ثانيا، bed، bed السرير، شنو حرف الجر المناسب؟ in في السرير، on على السرير، at كذلك على السرير، with مع السرير، اكيد الحرف in. هاي ما لها ملاحظة نحاول نحفظها، ما موجودة بيها ملاحظة ذكرناها، بقية بها ملاحظات، فما عدا هاي الجملة ما بها ملاحظة. نحاول نحفظها in bed في السرير، نحاول نحفظها مثل ما راح نجي نوضح بالقطعة القادمة انه لازم نستخدم in مع كلمة bed. نمبر 3 ثالثا، فراغ my family، عائلتي، in on at low with، اكيد كلمة with مع عائلتي. نمبر 4 رابعا، فراغ 6 o'clock، 6 o'clock معناها الساعة السادسة، مع الساعات نستخدم at، فأقول at 6 o'clock. نمبر 5 خامسا، فراغ my friends، أصدقائي، مثل my family عائلتي أستخدم لها with، with my friends مع أصدقائي. ونمبر 6 سادسا، Saturday، Saturday السبت، شنو حرف الجر المناسب؟ بما أنه يوم من أيام الأسبوع أستخدم إياه
on Saturday في يوم السبت. هذا ما يخص هذا التمرين. زين شلون يجينا بالامتحان؟ بصيغتين، اما يجيب لي على شكل وصل، يجيب لي حقلين، حق الاي وحق البي، وصل حروف الجر بالعبارات المناسبة، فلازم اعرف كل حرف جر شي ناسبة يا عبارة. او يجيب لي بسؤال القواعد مثلا يقول لي I get up فراغ 7:30 in low on low at، بما ان 7:30 ساعة استخدم وياها at فاقول at 7:30. مثال اخر I went to my grandfather فراغ weekend in low on low at، weekend عطلة نهاية الاسبوع، العطل نستخدم وياها at مثل ما وضحنا بالملاحظات. هذا ما يخص هذا التمرين، عرفنا شنو استخدامات ال in وال on وال at، كذلك عرفنا شلون تجينا بالامتحان الصيغتين اللي ممكن تجينا بها بالامتحان. لذلك نحاول نحفظ كل حرف جر العبارة اللي تناسبه بالإضافة للملاحظات اللي شرحناها. ننتقل إلى تمرين جي. Listen, find the mistakes and write the correct words. استمع، جد الأخطاء واكتب الكلمات الصحيحة. من أنا منطين النص هذا الشخص يتحدث به، النص هذا بمجموعة من الكلمات الخاطئة اللي موجودة بخط خفيف أو فاتح. هذه كلمات خاطئة، من خلال المقطع الصوتي اللي راح نستمع له نجر خط على الكلمات الخاطئة ونصححها بالفراغات اللي منطيني إياها. فراح نسمع المقطع الصوتي أول شيء، نطلع الأخطاء نصححها، وبعدها نعرف شنو المطلوب حفظه من هذا النص. خلنا نسمع المقطع الصوتي أول شيء. Track 49 Activity Book Unit 3 Lesson 3 Listen, find the mistakes and write the correct words. Hello, my name is Ali. I want to tell you about what I do. I often get up at 7 o'clock, but sometimes, at the weekend, I get up later, at 8 o'clock. I always clean my teeth after breakfast because it's healthy. I often play with my friends on Saturday. I never watch TV before I go to school. I often go shopping with my family at the weekend. I eat breakfast in bed. I never eat ice cream in bed. Do you? إذن بعد ما سمعنا المقطع الصوتي وأشرنا الأخطاء وصححناها، نجي نوضح النص. طبعا هذا النص نشاط صفي غير مهم بالامتحان الشهر، لكنه يخليني أنتبه أكثر على استخدامات الظروف والتكرار، كذلك استخدامات الان والان والات. فننتبه للنص، نحاول نوضحه ونطلع عليه. Hello، مرحبا. My name is Ali. أنا اسمي علي. كمال خاطئة، صححناها. الصحيح هو علي. I want to tell you about what I do. أريد أن أخبركم عما أفعله كل يوم. I never غلط، وضعت بمكانها often. I often get up at 7 o'clock. أنا عادة أصحى أو أستيقظ الساعة 7 صباحا. نلاحظ أن 7 o'clock ساعات، وضعت قبلها حرف الجر at. But sometimes، لكن بعض الأحيان، on خاطئة، وضعت قبلها at. ليش؟ لأن weekend عطلة نهاية الأسبوع، العطل نخلي قبلها at. At the weekend في عطلة نهاية الأسبوع، I get up later، أصحى أو أستيقظ متأخرا. at 9 خاطئة، خليت مكانها 8. ليش at؟ لأن الات تأتي مع الساعات. at 8 o'clock ساعة 8 صباحا. I often، الاوفن خاطئة، خليت مكانها always. I always clean my teeth، أنا دائما أنظف أسناني. نلاحظ أن وراء الفاعل جاني ظرف التكرار، أنظف أسناني. after breakfast بعد الإفطار. Because it's healthy، لأنه صحي. I often play with my friends on Tuesday. Tuesday خاطئ، خليه Saturday. أنا عادة ألعب مع أصدقائي في يوم السبت.
كذلك نلاحظ ان الفاعل I اجى بعده موقع ظروف التكرار بعد الفاعل، فنلاحظ الاوفن اللي هو ظرف التكرار بعد الاي. I always اللي always خاطئ، خليت مكانها never. I never watch TV before I go to school، انا ابدا لا اشاهد التلفاز قبل ان اذهب المدرسة. فنلاحظ never اجتني بعد الفاعل. I never خاطئ، خليت بدالها often. I often go shopping with my family، انا عادة اذهب الى التسوق مع عائلتي. نلاحظ my family، خليت استخدمت وياها. with at the weekend، الويكند عطلة نهاية الأسبوع استخدمت وياها at. أنا عادة أذهب إلى التسوق مع عائلتي في عطلة نهاية الأسبوع. I eat breakfast، أنا أكل الإفطار. in bed، في السرير. فنلاحظ إنه البيت اللي هو السرير استخدمت وياه حرف الجر in، مثل ما وضحنا بالتمرين السابق. I never eat cake، خاطئة، وضعت مكانها ice cream. I never eat ice cream in bed، أنا أبداً لا أكل الآيس كريم على السرير أو في السرير. Do you؟ هل تفعل أنت؟ هذا ما يخص هذا النشاط، مجرد نشاط صفي يدربني أكثر على استخدامات ظروف التكرار موقعها واستخدامات الإن والأون والآت. أما تمرين I، What do you do at the weekend؟ ماذا تفعل في عطلة نهاية الأسبوع؟ Write two sentences، اكتب جملتان. هذا نشاط صفي لاختبار قدرة الطالب على تكوين جمل مفيدة. فهنا أنا يقول لك ماذا تفعل في عطلة نهاية الأسبوع، حاول تكون جمل مفيدة. On Saturday، يوم السبت. I always، أنا دائما. هنا تعتمد على رأي التلميذ. بيوم السبت ماذا يفعل التلميذ؟ فمثلا يقول I always go swimming with my friends، أذهب إلى السباحة مع أصدقائي. At the weekend، في عطلة نهاية الأسبوع. I sometimes، أنا في بعض الأحيان. مثلا أقول watch TV، أشاهد التلفاز. هذا مجرد نشاط صفي لاختبار قدرة الطالب على تكوين جمل مفيدة. هذا كان درسنا لهذا اليوم، أخذنا بي الهو أوفن، شلون نسأل وشلون نجاوب عن هذا السؤال باستخدام ظروف التكرار، وعرفنا أنه لازم نعرف موقع ظروف التكرار يكون موقعها بعد الفاعل إذا ما كان أكو فعل كينونة، وإذا كان أكو فعل كينونة يكون موقع ظروف التكرار بعد فعل كينونة. وكذلك عرفنا شلون نجاوب عن الهو أوفن باستخدام ظروف التكرار، وإن شاء الله الدرس القادم نعرف شلون نجاوب عن الهو أوفن باستخدام عدد المرات. وكذلك عرفنا التمارين المهمة، أخذنا استخدامات الإن والأون والآت، وكذلك الصيغة اللي ممكن تجينا بيها بالامتحان على شكل وصل حروف الجر بالعبارات المناسبة.